السلام عليكم ورحمة الله، أنا حسين ربا، يا حييكم. في هذا الدرس سوف أشرح كيف نكون Expandable Tree كهذه، يعني تكون فيها كل header وداتا، header وداتا بهذا الشكل. إذا حتى نعمل مع Expandable Tree Viewer نفتح project جديد ونبدأ، دعنا نزيل هذا وأبدأ بإدراج Expandable Tree Viewer. ما أحتاج أنا في هذا المثال الذي ترى أمامك، أحتاج أن توجد لدي صور، لذلك سوف أذهب وأحضر هذه الصورة التي أحتاجها. أنا هذه الصور أضعها هنا، لا كوبي، وألقيها وأضعها في البروجكت الخاص بي. حسنا، أضع دروبل وأقولها بيست. هذه الصورة أحتاجها. الآن دعني أشرح لك بعض التفاصيل المهمة في التري فيور. أنا كما ترى أنت في الصورة لدي هيدر ولدي ايتمز، يعني هيدر ايتم، هيدرز ايتم، بمعنى انه هذه الاكسباندبل تري فيور فيها تو تمبلت، واحد تمبلت للهيدر وواحد تمبلت للايتم. لذلك سوف نبدا بانشاء الهيدر ثم الايتمز. نضغط كليك رايت ونختار نيو ريسورس فايل ونسمي list group. list group بما انه فقط هيدر لا يوجد شيء اخر، ففقط اضف في داخله list text box. هذه text box، هذه هي text box، يعني بهذا الشكل فقط لدي text box، والtext box هذه اسمها lba list header. الان بعد ان اضفنا lba list header نضف الايتمز، يعني احنا انت كما رايت في التصميم نحن لدينا هيدر ولدينا ايتمز، لكن لو طلعت على الايتم، ايتم يحتوي على image ويحتوي على text، لذلك ايضا نضيف new resource file، وهذا resource file نسميه list item. list item بما انه يحتوي two template، فهنا بال layout نضع two، نضع image ونضع text، يعني بهذا الشكل نضع image، هذه image، ونضع هذه text. ليش؟ لأن طريقة العرض هنا ترى أنه يوجد image ويوجد text، طبعا حسب طريقة العرض التي تضعها، هذا أمر يعود لك، لكن هذه الطريقة التي أنا أعرض بها هذا الشكل. حسنا، الآن أنا بعد أن انتهيت من التصميم كل الليات الذي أحتاجها، أبدأ بكتابة الكود الذي أريد. الكلام أنا أول شيء يجب أن أكون كلاس جديد، وهذا الكلاس أسميه list items، أسميه list item أو أي شيء، أسميه image item، image. هذا كلاس ايمج ايتم سوف يحتوي على تو يحتوي على تو بروبرتيز. البروبرتيز الاولى هي النيم والثانيه هي الايمج، يعني هذا على الشكل نيم والايمج يو ار. لماذا؟ لان انا ترى انت هنا لدي نيم اوف نيم البيكتشر ولدينا الايمج، نيم بيكتشر ايمج، لذلك نكون كلاس يحتوي على نيم ايمج ونعمل لها كونستراكتور ونيشيلايز لهذه الداتا. الآن بعد أن عملنا constructor وعملنا initialize لهذه الداتا، المفروض نعمل base adapter. البيس adapter في عدة ميزات يجب أن نعملها. الأولى نعمل class جديد نسميه base adapter، لا شكل نسميه expandable list adapter. expandable list adapter يمتاز ببعض الأمور التي هو عبارة عن extend، المن يعمل extend للبيس. طبعا بس اكسباندبل ادابتر لو ذهبت له توجد عدة ميثود يجب ان تعمل لها امبلمنت، هي جيت، لو تراها هي جيت تشايلد، جيت تايب، از امبتي، كلها هذه الميثود سوف نعمل لها امبلمنت. نذهب الى الكلاس ونبدا بانشاء بعض الامور. الامر الاول انا يجب ان اعمل كونستراكتر، يعني انت ايش تحتاج بالتصميم الخاص بك؟ تحتاج اراي، اكيد اراي للهيدر واراي للدات، يحتاج تو اراي، لكن هذه الاراي تعمل اندكس بهذه الاراي، يعني نحتاج ايش؟ ان نضع ثلاث امور. الاول الذي نحتاجه انه نعمل كونتكست، ثم نعرف ليست للداتا، ليست اوف سترينج، لانه هذا فقط نيم، نيم. لكن الثانيه نعرف الثانيه هاش ماب تحتوي على سترينج وتحتوي ليست اوف ايمج فيو، بمعنى انه انت لو جيت ذهبت للتصميم الذي لدينا هنا يكون
كل ايتم عباره عن ايمج فيو، الا ايمج ايتم اللي هي هذا عباره عن ايمج ويو ار ال، يعني كل ايتم عباره عن ايمج ويو ار ال، فنكون ليست اوف ايمج اند يو ار ال ونعمل لها اندكس للمين. يعني هنا مثلا هنا نضع ليست كامله في الايتمز الخاصه بالمين، نضعها في داخل المين ونستمر. هنا اكسباندبل، هنا عندما نعمل نفتح نكون انيشيلايز الكونستراكتور، نعمل انيشيلايز لجميع الامور التي تحتاجها في هذا الكلاس، يعني الارايز كلها. الان بعد انتهينا من الانيشيلايز، بعض الميثود التي بالبيس ادابتر نعملها امبليمنت، وسوف اشرح لك اياها. الميثود الاولى التي هي ايش؟ جيت تشايلد، يعني انا كيف انا احصل على تشايلد من هذا الليست؟ يجب ان ارسل لك البارنت الجروب اي دي وارسل لك التشايلد اي دي، لذلك هذه الميثود تاخذ الجروب اي دي والتشايلد اي دي حتى استطيع اصلا مثلا جروب نمبر 1 تشايلد رقم 1 اللي هو هذا، جروب نمبر 1 0 تشايلد نمبر 0 هذا. يعني فهذا كيف احصل له؟ اقول له this dot list dot adapter اللي هو list of map، اقول له جيب لي اللي البارنت الخاص بي من هذا البوزيشن، فهو سوف يعلم من يتم مثلا position 0 من هو البارنت sub من يعد لك الدات الخاصة بي. ثم get child id، مجرد يحط لك child id، ثم هذا امر مهم الذي هو get child view، يعني يعرض لك الفيو. فاحنا الفيو حتى نعرضك ما هو child عبارة عن image و text، لذلك نعمل mg view اللي هي class، ونتصل بالchild، نجيب الchild الموجود في هذا الكلاس، ثم نعمل inflator، ثم نعمل view، وناخذ التكست الموجوده بالفيو، ناخذ الامج الموجوده، ونعمل انشيلايز التكست والامج، يعني حال ليست فيو، كانما هذه نفس اللي تعملته في ليست فيو، نعمل انشيلايز لكل ايتم حتى ننتهي من كل ايتم. ثم هنا نحطي على جيت تشايلد كاونت، مجرد كاونتر سايز، ثم هذا جيت جروب اللي هي يعيد لك الجروب، يعني جروب يقول لك جروب نيم، يعني الهيدر دوت جيت، يعني يجيب لك مثلا لما تقول هيدر دوت للزيرو يجيب لك مين، هيدر دوت 1 يجيب لك سب منيو. هنا جروب انيشيلايز، يعني مثل ما احنا نعمل انيشيلايز للايتمز نعمل انيشيلايز للجروب، فالجروب احنا ايش ترى؟ ايضا نرسل ناخذ على الهيدر، ثم نعمل الفليتر، ثم نعمل ليست فيو. هنا كانت ليست فيو الفليتر اللي هو هذا اللي هو ليست جروب اللي هو هذا، في حين الاول كانت الفيو الخاصه به هي ايش؟ كانت الفيو ليست ايتم اللي هي هذا ايضا نعمل انيشيلايز، يعني كل شيء سايزبل وانتهى كل شيء. الآن بعد أن انتهى من الكلاس يكون الفليتر جاهز للعمل، فقط نملأه بالبيانات ونتعامل معه. حتى نملأ أنا في البيانات يجي في البداية أعمل إنشيلايز لبعض الداتا، يعني أعرف بعض الكلاسات التي أحتاجها. إحنا الكلاسات قلنا الأوبجكت اللي نحتاجه إكسباندبل أدابتر اللي هو هذا أوبجكت من عنده، إكسباندبل ليست فيو اللي هاي الليست فيو، والليست اللي أخزن بها أسماء الهيدر، والهاش ماب ليست تشايلد اخذ بها تشايلد لكل هذا. الان بعد عملت هذا الشيء كل الذي افعله فقط اعمل انيشيلايز، يعني املا هذه الاراي بالداتا، لتكون كتبت انا هذا الكود. هذا الكود عباره عن كود بسيط يعرف تو ليست، كان خطا هنا، هذا الكود عباره عن يعرف لك تو ليست، الليست الاولى هي للهيدر والثانيه للداتا، نعرف تو هيدر، هذا نضيف فيه list main ونضيف فيه sub main الذي هو هذه المين والسب main، ثم نكون list خاصة للمين نضع فيها ايش؟ list of items اللي تحتوي على التكست والامج، تكست والامج، تكست والامج، نمليها بالبيانات، وlist of sub main يعني list للمين داخلية وlist of sub main داخلية، نضع فيها image وtext، image وtext. بعد ان ننتهي نضعها في الهاش ماب اللي هي هذه كما قلنا، الهيدر مع الايتمز الخاصة، فأنا أضع الهيدر، بالنسبة للهيدر رقم صفر نضع بها المين ليست اوف مين، وهذا الرقم واحد نضع بها ليست اوف سب مين، وانتهينا فقط هنا نضع اكسباندبل ليست فيو، نعمل وصول اكسباندبل ليست فيو، نعمل له بيس ادابتر، نرسل للتشايلد والليست تشايلد، وننتهي كل شيء خلاص الادابتر ونشغل. أنا عندما شغله سوف يعمل لك نقوم بانشاء، انظر هذا هو شكله، هذا المين وهذا السب مين. طبعا هذه بكل بساطة. الآن توجد بعض الأمور أنا ممكن أعملها مع البيس أدابتر، مثلا أنا عندما أضغط على الشايلد يحصل لي على
الشاب الموجود، لكن فقط أقول له إيش الذي أنا لست expandable listview dot set on child. عندما يتم الضغط على child لجروب listener فأقول له new on child listener. ما يميز on child لجروب listener في أمرين. الأول إنه يحصل لك على عدة أمور. الفيو كفيو ممكن تتعامل معه كفيو، ممكن تتعامل معه كأري. يعني لك فيو، عندك اسم الجروب الذي تم اختياره واسم child. فأنا عن طريق هذا أقول أجيب لي من child الذي الكي الذي الكي الخاص باسم الاسم، يعني هذا اسم الجروب الذي فيه، جيب لي child وضعه في الاستيميج وعرض لي. يعني أنا عندما تضغط عليه واحد منهم يعرض لك كل الإيمج الخاصة. الآن نفذ وانتظر حتى لا هذه بكل بساطة. طبعا expandable تستطيع أن تعمل له يعني expand عندما يعمل من أول مرة expand group، يعني expand أول ما يفتح يكون مفتوح لا يكون مغلق، أسأل expand group للصفر. الآن عندما تنفذ تلقائيا group صفر يكون مفتوح لا يكون مسدود، تلقائيا group main one يكون مفتوح يعني لا يكون مثل هذا expand هنا يكون مفتوح. طبعا هذا كل ما في هذا الدرس. مختصر هذا الدرس هي عدة أمور. الأولى ان انت حتى تعمل expandable CV تحتاج الى 2 XML file، احدهما للهيدر والاخر للفوتر للايتمز. تحتاج اتعامل expandable list، نحتاج ان نعمل 2 list، الليست الاولى list اعتيادية والثانية list of hash map، لان حتى نعمل indexing للايتمز الخاصة بكل ميل. ثم نعمل نملأ هذا بالداتا، هذا بالداتا ونكون كل شيء انتهينا. وهذا كل ما في هذا الدرس، ونلتقي دروس اخرى ان شاء الله.